إيطاليا راح تكون مع مجموعة كانت بوصلة طول أيام الحرب رديف للجيش العربي السوري، مطابخ ميدانية وقفوا مجموعة من الشباب والصبايا صف لصف بجانب الجيش العربي السوري بأصعب الظروف، وأيضا تقديم دعم للجرحى أيضا عبر هالمطابخ الميدانية والزيارات أيضا. اليوم رح نحكي عن عملهم خلال فترة الحرب مع ضيفنا لليوم باسل شحيمة رئيس مجموعة أصدقاء الجيش العربي السوري، وباسم عطار مسؤول القسم الطبي بالمجموعة. يسعد صباحكم. صباحكم حلبي. يسعد صباحكم. رح نبدأ معك باسل، ويمكن نحن حكينا سابقا خلال سنوات الحرب كنتوا معنا دائما عم بتطمنونا على أبطال الجيش العربي السوري من خلال تواجدكم معهم بالمطابخ الميدانية. خلينا نرجع ونحكي عن أهم شيء قدمتوه خلال الفترة الماضية. الحقيقة أهم شيء نحن قدمناه خلال الفترة الماضية هو موضوع الاستمرارية. نحن بلشنا كان فاكرين أنه نطول القصة شهر شهرين، ما توقعنا أنه تم 3 سنين عم نقدم مطابخنا. مطبخنا كنا فاتحينه بالشارع هذا اللي ورانا، منطقة هي ما كان حدا بقدر بيصلى أبدا، منطقة نحن قاعدين فيها كان مستحيل حدا يوقف فيها، مقنوصة من جميع اتجاهات. استمرينا 3 سنوات بتقديم وجبات مطبوخة. نحن عبارة عن مجموعة معنا تمويل من أي جهة حكومية أو منظمين، نحن تمويلنا ذاتي من أعضاء المجموعة. وصلنا تقريبا لمليون وجبة آخر شيء. كنا مسؤولين عن إطعام خطوط التماس الأولى بمنطقة القلعة المدينة القديمة والمنطقة المحيطة هون، بعدين انتقلنا على المنطقة الصناعية وانتقلنا على منطقة ريف حلب الشمالي الحدود المتاخمة لها. كان عمل على قد ما هو شاق على قد ما هو ممتع. كنا نطالع باليوم تقريبا 1000 وجبة، 1200 وجبة، 500 وجبة حسب المطلوب مننا. والإحساس انه انت توصلي الأكل بظرف كتير صعب. نحن نطلع كنا بالأنفاق شانين الأكل بعبوات أو بسطل أو تحت العتمة مشان نوصله للعسكري اللي قاعد بنقطه تحت البرد أو تحت الخوف أو تحت شيء مشان نحس انه هو قاعد ببيته. فكان الشعور بالمتعه يوازي الشعور بالتعب. اشتغلنا 3 سنين بهذا القصص. طبعا كان في مجالات تانية هلا بحكي عنها استاذ باسم، بس موضوع المطبخ الميداني استمراريته هالفتره الزمنيه الطويله هي ما في عندنا عطله لا عيد لا جمعه لا مطر لا اي شيء. هذا كان اهم شيء باصرارنا انه نستمر مع الجيش. نعم، يمكن بس مثل ما قلت انه الهدف كان من المطبخ الميداني هو انه يحس الجندي العربي السوري انه عنده اهل لا اكثر ولا اقل مرافقينه على الجبهه ما هو وحيد. خلينا نحكي استاذه باسم، ايضا حضرتك مسؤول القسم الطبي، جرحى الجيش العربي السوري هم ايضا يعني من القديسين اللي سطروا ملاحم بحلب، خلينا نحكي عن دوركم مع الجرحى ايضا. والله يعني الجرحى في عند نحن اشتغلنا على موضوع بتر الأطراف وموضوع فقدان العين، أكثر مجالين اشتغلنا فيهم. قدمنا مجموعة كبيرة من الأطراف فوق الركبة وتحت الركبة، كان لسه يعني مواضيع بسيطة كانت، بس كان لسه ما في أي رديف. لما بدي مشفى حاميش يقدم لهم للعساكر، صحيح، فقدم شغلات كتير متطورة عن الشيء نحن كنا عم نحسن. صار في عنا تصنيع للأطراف أيضا تماما، بس كان نحن عم نقدم فترة قبله. يعني لما بدي مشفى حاميش ما بقى نحسن نوازي، يعني صحيح. اشتغلوا شغل كجودة جدا عالية، فصار العسكري عنده محل يروح له يتوجه له، بس ضلينا عم نوزع عيون اصطناعية ونركب لهم إياها لمرضى الجيش يعني الفاقدين العين في كافه المدن السوريه. يعني ما كان شغلنا بس في حلب في هالمجال، كنت لكل سوريا، كنا نفتل على المشافي العسكريه في كل سوريا. حلو. ونركب لهم اياها للمرضى يعني جميعا اللي فقدوا عينهم. نعم. يعني باسل كمان يعني هاي المنطقه لها خصوصيه عندكم باعتبار كان لكم مطبخ ميداني فيها. بالضبط. خلينا نحكي عن هذا المطبخ وعن مرافقتكم ايضا بعمليه التحرير للجيش العربي السوري. هذا المطبخ نحن بلشنا ب 2015. الوضع هون نحن كان عندنا ما كان عندنا ثقه، نحن كان عندنا ايمان مطلق انه نصر لنا، فما كان خايفين. المنطقه هاي كانت تمطر بالقذائف يوميا، طريقه ايصال الطعام كان لازم نوصله حتما بالليل وبدون سياره. يعني كان في شاب معه بسكليت يشيل الاكل على سله وراء ونطلع بالليل. القلعه كنا نطلع من ضمن نفق، فكنا نرافق العساكر بظروف كتير صعبه، يعني ننزل نفق 40 درجه نرجع نطلع 60 درجه تحت الارض لنوصل لفوق لعند القلعه. بالاضافه انه لازم نعطي نوعيه اكل تناسب يعني
تناسب الوقت تناسب الجو اللي هن قاعدين فيه. فالشباب كان يعني اثناء الشتاء اكثر شيء بدهم شوربة عدس، هذا الشيء كان يضحكنا كثير انه بدنا شوربة عدس بالشتاء. تنوع الوجبات كان كثير منيح، وحاولنا بس بارد بحلب فبدنا عدس بالضبط. والله نحن بردنا بالضبط، وحاولنا دفء الاكل دفء محبتنا وتواصلنا معهم. نحن كان في عنا هدف المجموعه انه كلياتنا بنفخر انه نحن اولاد سوريا، بس نحن كان عنا هدف ثاني، نحن كان بدنا سوريا هي تفخر انه نحن اولادها. فهذا الشيء اللي كنا عم نشتغله كلياتنا. طبعا اشتغلنا بدون اي بدون اي دافع ثاني، ما حدا بيعرفنا كان بكل حلب، ولا حدا سمعنا عنا حتى. يعني هلا بجوز الناس تفاجئ انه نحن هون، بس المحيط فينا بيعرفنا. كان اشتغلنا فتره زمنيه طويله، وعملنا نقله نوعيه بظرف كان كثير صعب، ما كان حدا بقدر يوصل لمنطقه القلعة بظروف يعني عسكريه وامنيه كثير صعبه. ما وقفنا نحن طبعا، يعني الله يكثر خيرهم الجيش اللي نحن لولاهم ما كنا موجودين هون. والشيء اللي اشتغلناه مو تقصير من الدوله، ما حدا يفكر انه نحن اشتغلنا شيء عن الدوله، هي بهدف بس الدعم يمكن المعنوي، ودعم ايضا انه نكون مثل اصدقاء، مثل اسم على مسمى، اصدقاء بالزبط للجيش العربي بالضبط. بس زين اذا نرجع نحكي عن مفهوم الدوله، الدوله هي مؤلفه من جيش وشعب اكيد. يعني انا بالاخير عنصر من هالدوله، مثل ما لي حقوق فلي واجبات تجاه الدوله لازم اعملها. فكلياتنا اذا عملنا واجباتنا تجاه الدوله هي بنكون مواطنين سوريين حقيقيين، هذا كان طبعاً هدفنا. بس طبعا اكيد يعني هذا هدف سامي، ومشكورين انه عشتوا يمكن المغامرات، خلينا نقولها لانه كل شيء كان جديد بالظروف الصعبه اللي كان عم بيعيشها الجيش العربي السوري، وحضرتكم كمان يعني شاركتوهم بهي المغامره، كنتوا معهم على الجبهه كاخوه واصدقاء. هلا بنمشي ناحيه القلعه، يعني يمكن صار في كثير احتفالات بالقلعه ما حدا تذكرنا نحن فيها، بس منطلع هيك منشوف حجاب القلعه ناكل اليوم انتو دائما مو بس اليوم اكيد ان شاء الله كل عام وانتم بخير بمناسبه العيد الثاني لانتصار حلب. استاذه باسم، يعني القسم الطبي عم تشتغلوا مع الجرحى، لكن الجرحى ايضا بدهم دعم معنوي، بتعرف بيفوتوا بحاله يمكن اللي ضحى بطرف من اطرافه، اللي صار عنده نسبه عجز، اللي بده يبلش حياته تتغير ويبدا من الصفر، كيف عم بيكون التعامل مع هي الحالات وخاصه بنسبه الدعم المعنوي، ويعني مثل ما بنقول تقييم الحاله لمساعدتها؟ هلا بموضوع الاطراف كثير اشتغلنا على موضوع انه ناهلهم بعد ما يعني تعطيه الطرف، تأهليه من شان يحسن يرجع يستخدمه بطريقة مناسبة ويحسن يرجع يمشي. لمرضى الفاقدين العين كمان كل فترة منعدل عندهم، منشوف مثلا إذا في أي تعديل بده إياه أي شيء، يعني ضلينا متابعين معهم ومستمرين معهم. طبعا ضمن نطق المشافي العسكرية، يعني ما مثلا إنه عم نشتغل من براتهم، التوجيهات كلها يعني عم تجينا، والمرضى عم ناخدهم كلهم من مرضى المشفى العسكري. نعم. عم نقدم لهم إياها وعم نضل دايما مستمرين معهم. أي تعديل بدهم إياه، أي أمور يعني المريض محتاجة كمان عم نحاول ما نقصر معهم. نعم. يعني كمان زينب نحن اليوم مثل ما قال باسل في كثير ناس اشتغلت بالظل، وهذا الشيء نحن كان دورنا انه نكون معكم ونقول يمكن شوي نرد لكم شوي من حقكم. رح نشوف شويه صور توثيقيه لشغلكم مع الجرحى او المطابخ الميدانيه بالماده التاليه.
أكيد سلمى. يعني بالختام أستاذ باسم وباسل، خلونا نحكي كلمة أخيرة. عامين على انتصار حلب، عامين على ذكريات كتير وثقتوها بالذاكرة، شو بتحبوا تقولوا ككلمة أخيرة بهاي المناسبة؟ الحياة لازم تستمر، وهلأ أي حدا بفوت على أسواق حلب القديمة اللي مدمرة 80% منها بيشوف إنه الباقيين كلهم فاتحين، فالحياة هي عم تعطينا دفع. نعم. الجيش العربي السوري والقيادة بهالأزمة هاي عطونا معنى للحياة لازم نعيشه. نعم. رغم كل شيء دمار صار معنا، رغم كل شيء الدول اللي تحالفت ضد سوريا، نحن كنا أقوى منها بحبنا للحياة، بمفهوم حبنا لانتمائنا لوطننا. فهذا الشيء تجربة كتير منيحة استفدنا منها نحن بهالسنتين هاي، ونتمنى إنه الخير بقى والسلام يعم كل سوريا. أكيد. نحن تجربتنا يعني كانت حلوة، ولا ذكريات كتير حلوة عنا. كل اللي عملناه بتصور هو يعني أقل واجب كان لازم نعمله، ما عنا أي شعور إنه عملنا شيء زيادة. أمورنا كلها الحمد لله يعني عطتنا فخر وسعادة بالشيء اللي قدمناه. نعم، يعني مشكورة جهودكم، وإن شاء الله هيك دائما بيكون الحلبيين ايد بايد مع الجيش العربي السوري لتبقى حلب احلى واحلى. وعمار يا حلب بهمتكم، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا لكم.